طب ما صحيح والله الفكره حلوه. طب انا ما اعرفش كانت بتتنفذ زمان ولا لا، بس كويس انها اتعملت. عم يوسف انت بتقول ايه؟ اقول لك انا بقى المدارس الفنيه بتخرج شبان وشابات ايديهم تتلف في حرير. صح صح، حتى اسمها المدارس الفنيه، بيصنعوا حاجات وبيعملوا حاجات وما الى ذلك. طيب طب مش هم الولاد دول يقدروا ان هم ينتجوا بعض المنتجات؟ ايوه يقدروا. طيب ما تيجي نعرض المنتجات بتاعتهم دي بسعر مهاود، فنبقى عملنا ايه؟ ساعدنا شويه في مساله مواجهه غلاء الاسعار. اه صح. شوف بقى اللي حصل، المدارس الفنيه المصريه تاخد قرار بانها تعمل مجموعه من المنافذ والمعارض لتسويق منتجات الطلاب. طب والمنتجات دي جودتها عامله ايه يا يوسف؟ الحقيقه الجوده بتاعتها عاليه. يا ترى هل ترى هتبقى الاسعار عامله ازاي؟ طيب نضمن هذه الجوده ولا ما نضمنهاش؟ الاول هرجعك على اصل الفكره جت ازاي. دكتور عمرو بوصيله رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفني ومدير وحده تشغيل واداره مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. وحضرتك اكرم. انا عجباني الفكره جدا قوي خالص. ربنا يخليك. عايز اعرف اصلها وفصلها ومستمره معانا طول الوقت ولا شويه وخلاص؟ في الحقيقه الفكره بدات من فترات طويله جدا، انه يتعمل زي معارض بسيطه داخل المدارس الفنيه لإبراز منتجات طلبة وطالبات المدارس الفنية في مختلف القطاعات. يعني احنا عندنا في المنتجات الخشبية، عندنا المنتجات المعدنية، عندنا لوح، كمان عندنا الحاجات الزراعية، بننتج أجبان وألبان وآيس كريم، بننتج كمان منتجات عن طريق مدارس فندقية زي البيكري والمخبوزات والحلويات وغيره. فالحقيقه تعدد الانشطه الاقتصاديه اللي ولادنا وبناتنا بيساهموا في انتاج هذه المنتجات خلت في بدل فكره، بدل ما يكون هذه المنتجات والمعروضات موجوده فقط في كل مدرسه على حسب انتاجها، بتعمل زي ما حضرتك بتعرض كده نوع من انواع التجميع لكل هذه المنتجات، بحيث ان يبقى فيه تنوع كبير من المنتجات الزراعيه او المنتجات المخبوزات والمنتجات الصناعيه في مكان واحد، يقدر المواطن من خلاله يبص على مختلف انواع المنسوجات، ملابس المدارس، وكل المنتجات الاخرى المتعلقه بالانشطه الاقتصاديه اللي احنا ذكرناها، بحيث انه يتخير منها الانسب ليه. وطبعا تكاد تكون المنتجات دي بتباع بسعر التكلفة عشان الجمهور يقدر يشوف ناتج عمل ولادنا وبناتنا في التعليم الفني، وفي نفس الوقت يستفيد من هذه الجودة عليها بسعر طبعا يكاد يكون سعر التكلفة زي ما قلت لحضرتك، وده سعر منافس جدا بالنسبة للجمهور. هايل جدا. طب دكتور انا لاحظت يعني من الصور اللي معانا انه انا مش بتكلم على مدرسه ولا اتنين ولا تلاته، ده واضح انها في اكتر من محافظه. هل انا عامل النشاط ده تقريبا في كل المدارس الفنيه اللي في مصر، ولا انا اخترت مجموعه من المدارس المتميزه في يعني جوده المنتجات؟ بالظبط كده، احنا بنختار المدارس الافضل في المنتجات بحيث انه يتعمل في كل نطاق او كل منطقه، ممكن محافظتين ثلاثة متجمعتين يشتركوا في معرض واحد كبير، أو حسب كل محافظة وما تتميز به هذه المحافظة من مدارس في تخصصات فنية مختلفة، بحيث إن يبقى الجمهور لما يخش يبقى عنده تنوع. إحنا عندنا لبس المدارس بننتج كمية كبيرة جدا منه، عندنا المنسوجات العادية سواء الملابس الصيفيه او الشتويه بننتج برضه جزء، المنتجات الخشبيه بكافه انواعها بننتج لوحات وشغل تطريز وتريكو، كل انواع المنتجات الحقيقه المختصه بالصناعات اليدويه موجوده عندنا في القطاع الصناعي. كمان عندنا منتجات جيده جدا زراعيه واجبان والبان وايس كريم زي ما قلت لحضرتك،
بالاضافه ان في بعض المحافظات زي محافظه اسكندريه اللي اتعمل فيها يوم الخميس اللي فات معرض متكامل بالاشتراك مع وزاره التموين اللي طبعا مكافحه التضخم والغلاء واقتراب حلول شهر رمضان المعظم وفي كل المنتجات الخاصه بالشهر الكريم. عظيم جدا. هل الـ الطريقه دي هتكمل معانا طول الوقت يا دكتور؟ يعني انا نفسي بصراحه انها تكمل بصرف النظر في تضخم مفيش، الاسعار هديت يا رب باذن الله، نفضل مكملين في ده. اظن ده بيبقى برضو حافز وتشجيع لطلبه المدرسه. بالتاكيد ده حافز كبير جدا لاولادنا، لان هم بيشوفوا نتاج عملهم ازاي الناس بتعجب بيهم وبتعطيهم كلمات الثناء، بالاضافه لان كل المنتجات دي بيتم شرائها بالكامل، يعني وانس انها بتنزل الجمهور الحقيقه بيقبل عليها اقبال كبير عشان اضافه للجوده تشوفها. طبعا ولادنا بيشعروا بذاتهم وبان هم قادرين على انه في عائد مادي للولاد المشتركين في هذه المعارض، بالاضافه للمدرسين طبعا المشرفين عليها. فبيبقى في زي ما تقول حضرتك ميزه نسبيه وفوريه خلال بيعهم لهذه المنتجات، بالاضافه لشعورهم بالفخر وشعورهم لانه تعليمهم وقتهم اللي ضيعوه في ان هم يجتهدوا في اخراج منتج جديد بافكار جديده وافكار متنوعه، مش بس الكفاءة لكن كمان في نوع من انواع الابداع في المنتجات اللي هم بيعملوها، ده بيشعرهم بالثقة بانفسهم وبيشعرهم كمان بان هم عملوا عمل جيد يستحقوا عليه الثواب الفوري. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، فكرة اكتر من رائعة، واشكرك على هذه المداخلة المثمرة جدا، ونتمنى نشوف حضرتك قريب، يعني يا ريت يبقى شيء جميل ورائع نتكلم اكتر كمان على المدارس التكنولوجية التطبيقية اللي موجودة واللي مستمرة واللي عمالة بتزيد يوم ورا يوم، دي حاجة حلوة يعني. دكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مراكز مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كل الشكر.